تفعل يا طارق؟ أرتب الصور في الألبوم. انظري، هذا أبو الهول. ماذا؟ أبو من؟ لا يا ريم، هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ نعم، خذي ورقة. وأريد قلما أيضا. لماذا تريدين قلما؟ لأرسم. هل تريدين أن ترسمي هرما؟ لا، أفضل أن أرسم جملا. خذي القلم، والآن دعيني، أريد أن ألصق الصورة في الألبوم. يا طارق، والآن ماذا تريدين؟ ما اسم هذا؟ ذاك سنام. أنتما ماذا تفعلان؟ أنا أرتب الألبوم. وأنا أرسم جملا. هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. لماذا؟ أنا مرتاح هنا. وأنا أيضا. انظرا من في غرفة الجلوس. جدي. جدي. ريم، طارق، كيف حالكما؟ اجلسا جانبي. هل تريدون شيء؟ أنا أفضل عصيرا يا ماما. ما هذا الكتاب يا طارق؟ هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. عفوا. انظر يا جدي، انظر، هذا أبو الهول. هو ليس أبا، اسمه أبو الهول. أجل، أنت على حق. وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل، الأهرام، القاهرة. ألو يا عصام، الناشر. نحن في مطار القاهرة إلى تونس. لا، لزيارة صديق هناك. لا، هو صديق أمين. شكرا، إلى اللقاء. نعتذر للسادة المسافرين عن تأخر الرحلة المتجهة إلى تونس لأسباب فنية، وشكرا. ماذا تفعل يا طارق؟ ماذا تفعل يا طارق؟ أرتب الصور في الألبوم. أرتب الصور في الألبوم. أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ أريد ورقة، هل عندك ورقة؟ لماذا تريدين قلما؟ لماذا تريدين قلما؟ هل تريدين أن ترسمي هرما؟ هل تريدين أن ترسمي هرما؟ لا، أفضل أن أرسم جملا. لا، أفضل أن أرسم جملا. أنتما ماذا تفعلان؟ أنتما ماذا تفعلان؟ هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. هيا بنا جميعا إلى غرفة الجلوس. انظرا من في غرفة الجلوس. انظرا من في غرفة الجلوس. هل تريدون شيئا؟ هل تريدون شيئا؟ أنا أفضل عصيرا يا ماما. أنا أفضل عصيرا يا ماما. هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. هذا ليس كتابا، هذا ألبوم. انظر يا جدي، انظر، هذا أبو الهول. انظر يا جدي، انظر، هذا أبو الهول. هو ليس أبا، اسمه أبو الهول.
اسمه أبو الهول. وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل. وهذا جامع الأزهر، وهنا نهر النيل. نحن في مطار القاهرة. نحن في مطار القاهرة. لا، لزيارة صديق هناك. لا، لزيارة صديق هناك.